مساء الخير وبجدد التحية بحضراتكم. في الفقرة دي هعرض لحضراتكم تحقيق مصور من داخل سوق العبور، بنحاول نوصل فيه اللي يخلي كيلو الخضار ابو 2 جنيه يجي لك في البيت ب 15 جنيه. مشكلة صح؟ والسمك وغيره. مش هضيع وقتكم، يلا بينا نروح سوق العبور. مشكلة كل بيت النهاردة هي ارتفاع الأسعار، أسعار الخضر والفاكهة والأسماك. وطول عمرنا بنسمع إن أسعار السلع دي في سوق الجملة بتبقى رخيصة. طيب إيه اللي بيخلي سعرها مرتفع بالشكل ده لما هي رخيصة في سوق الجملة؟ علشان كده قلنا نروح سوق العبور للجملة، نشوف الحكاية على الطبيعة ونسأل السؤال المهم: إزاي يبقى سعر كيلو الخضار جملة ب2 جنيه مثلاً ويتباع لي واللي يتباع لحضرتك عند الخضري ب8 جنيه؟ ايه اللي مخلي فرق السعر الرهيب ده بين سعر الجملة وسعر التجزئة؟ زحمة يا دنيا زحمة، زحمة وتاه الحبايب، زحمة ولا عش رحمة. ربعمية، تلتمية، ميتين، مية وخمسين، مية وخمسين، مية وستين، مية وسبعين، مية وثمانين، مية وتسعين، ميتين، ميتين كلمة ياسين، ميتين، مية وخمسين، مية وخمسين، أربعين، أربعين، أربعين. تعالنا على الشقة. اطلع على الشيل من الماشي. السلام عليكم. تلاتين، 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 تلاتين. 35 32 32 32 30 30 31 31 من 2 32 32 يطلع 32 300 250 200 150 100 100 50 50 30 20 10 جنيه 10 5 جنيه. طب الطاولة كم كيلو؟ دايما تقطع بقى، هي عربية السيارة هيوزنها؟ لا مش هيوزنها، هي كده خد بقى احنا بنات 5 جنيه كلها. ايه الطاولة كلها بخمسة؟ اه 200 200 100 100 50 50 60 50 40 40 30 30 30 اسمك. الطاولة دي كلها ب 30 جنيه؟ اه دي 20 كيلو. هذا كان 20. 500 500 400 300 200 و20 30 50 50 100 100 50 55. الله يسلمك. مصر فيها 13 مليون فدان مسطحات مائية، ورغم كده بنستورد 400 ألف طن سمك سنويا. إزاي؟ ما نعرفش، بس هو ده اللي بيحصل. المساحة دي لو في بلد تانية كانت أكلت قارة بأكملها سمك، ورغم ده أسعار السمك في بلدنا مرتفعة، والنتيجة إن المواطن العادي لما يحب يأكل سمك يدور على أقل نوع سمك وبأقل سعر، وكأن مش من حقه يأكل إلا نوع معين. لما رحنا سوق العبور لقينا كل أنواع السمك وأسعارها في متناول الجميع، لكن سعرها خارج سوق العبور أجارك الله. وعشان نعرف المشكلة جاية منين كان لازم نقعد مع كبار تجار سوق السمك. السلام عليكم يا حاج رمضان. السلام عليكم. زي ما انت زكا حاج محمد. زكا حاج مصطفى. انا لفيت في الفجر كده وجيت هنا وابتديت اشوف السوق والمزادات والحاجات. مين بيحدد سعر السمك؟ التاجر المعلم الكبير
ولا مين؟ عرض وطلب. عرض وطلب؟ يعني انت دلوقتي يا استاذ محمد في هنا خمسة ستة تجار يحتكروا السوق ويقولوا البوري بكذا وكذا؟ احنا عندنا هنا في السوق نظام مزادات يومية، عرض وطلب. المنتج بيبعت السمك في السوق كله لكل التجار، بتمشي نظام مزادات يومية، في منافسة شريفة بين التجار، بالتالي على حسب كمية الأسماك اللي جاية بيتحدد السعر. يعني مفيش تاجر معين يقدر يحدد سعر، دي مرفوضة شكل. يعني مفيش احتكار نهائي بتحديد سعر السمك. ده نظام مزادات يومية بيتعرض السمك على حسب، يعني ممكن السعر يقل دلوقتي، ممكن يقل بعد ساعة، ممكن يزيد بعد ساعة، على حسب كمية السمك الموجودة وعلى حسب تجار التجزئة والحاجة المتاحة. طب يا حاج محرز، لما انا اجي اشوف هنا مثلا، انا حضرت مزاد وشفت سعر البولتي ب 13 و 14، ايه اللي يخلي السعر انا اخده كمستهلك اكتر 100% و 150%؟ لا يمكن لتاجر جمله ان هو يتحكم في السعر. يبقى اللي بيزود السعر هو تاجر التجزئه. تاجر التجزئه بياخدها من سوق العبور، بيخرج بيها يبيع اللي هو بالسعر اللي هو عايزه. بقى اللي بيبيع في الزمالك، اللي بيبيع في المهندسين، اللي بيبيع في شبرا. والله حتى لو في شبرا وفي اي حي شعب بيبيعوه غالي، واخد بال حضرتك. انما تاجر الجمله في سوق العبور لا يتمكن من ان هو يفرض سعر على اي تاجر تجزئه. تاجر الجمله بيعرض البضاعه بالبيع بالمزايده العلنيه. وده زي ما حضرتك شفت كده المزادات، واحد بيزود على جاره او على زميله في المهنة، مفيش حد ليه مكسب في حاجه وهيسيبها. طب استاذ مصطفى، السمك اللي بيجي لسوق العبور كله مزارع؟ بالنسبه لحضرتك للبوري والبلطي بيبقى في مزارع، وفي برضه من بحيره المنزله. الاغلبيه من ايه يا استاذ مصطفى؟ في سمك مزارع، وفي بحيرة ناصر وبحيرة المنزلة. الأغلبية للمزارع؟ الأغلبية للمزارع. طب عندك تفسير إن إحنا عندنا كل البحار دي بحر أبيض وبحر أحمر ونيل والسمك غالي بالشكل ده؟ عندنا بخور، بس المشكلة فيها إن قلة السمك فيها ظهرت في الكام سنة اللي فاتوا، غير مثلا من 10 سنين أو من 15 سنة. نعم. تمام حضرتك، كان في الإنتاج كان زيادة وكان بيكفي. نعم. ما كانش لسه حد بيتجه بالنسبة للمستورد. فبالنسبه لكام سنه اللي فاتوا ان البحر بقى يطلع انتاج قليل جدا، فبدا البديل بتاعه بقى الناس تستورد سمك مستورد عشان تغطي الانتاج المحلي. في مواسم مثلا زي عيد اضحى بتاع السمك بيبقى نازل في الارض 3 أو 4 أيام، كانوا يبيعوا صندوق المكرونه ب 200 جنيه بتاع الخميس. وده غالي ولا رخيص؟ رخيص يعني، المكرونه مشوفه ب 5 جنيه. البياع بره بره جشع، يبيعها ب 30 يبيعها ب 40 جنيه، انت مش هتمشي وراه. البياع اللي جاي ده عمر البورتي مزارع على 16 جنيه عمره. انا ملاحظ ان انتوا بتبداوا المزادات هنا من الفجر. بالظبط، احنا بنبدا المزادات اليوميه بتبدا من بعد الفجر، بيبدا السمك بيجي مثلا قبلها بساعه او ساعتين، تبدا تجار التجزئه تكون جت عشان كل واحد يلحق يروح السوق اللي هو رايحه. يعني ما ينفعش يبدا متاخر عشان لسه تاجر التجزئه ده هياخد السمك لسه يروح للمكان اللي هيبيعه، ودي حاجه طبعا سلعه يوميه لازم تستهلك في نفس اليوم على طول. زمان الواحد يوعى على فكره بعد ما تشتري السمك يدي لك وقت جمبري، ايه اللي حصل وخلى الجمبري ب 200 و300؟ لا اقول لحضرتك، التوقيت وقوف 650 مركب سفينه صيد بتقف من شهر 4 لشهر 10. نعم. دي كل مركب بيحتوي على من 30 ل 50 فرد. دي بتبقى باور طاقه ست شهور كامله لمده من شهر 4 لشهر 10. ست شهور ما بيشتغلوش. ما بيشتغلوش علشان ايه؟ مين اللي مطلع القرار؟ الحكومه. الحكومه ليها وجهه نظر. ايه هي؟ وزاره الزراعه وهيئه الثروه السمكيه، على اساس ان دي فتره تفريخ بيحافظ على الزريعه. وللاسف اللي بيحصل العكس، انت بتوقف اسطول الصيد المصري وبتسيب الفلايك الصغيره تجرف الثروه السمكيه في المياه الاقليميه المصريه. عشان كده الاسطول بتاعنا بيضطر انه يطلع لاريتريا واليمن والسعوديه، وللاسف الشديد الصياد غصب عنه وبيتضرب عليه نار، والمراكب بتتحجز وبتتمسك لانه طالع بطريقه غير شرعيه. اقتراحك ايه؟ اقتراح ان الدوله لازم تشوف اليه قانونيه، اتفاق دول مع دول. للسعوديه مثلا على سبيل المثال، في عندهم السردين في الصيف بيجرفوه بالكركات. احنا كحكومه نعمل ايه؟ احنا كحكومه نتفق مع الحكومه السعوديه بتقنين وضع المراكب الصيد المصريه انها تسرح في فتره الصيف عشان تاخد من عندهم السلعه اللي هم ما بيستعملوهاش خالص. انا ملاحظ حضراتكم بدل وقمصان وكده، لما وانا جاي سوق السمك وفي سوق العبور كنت بتصور هلاقي جلاليب، ويعني شفت. بس انا ملاحظ كمان
التعليم باين والثقافة باينة. انت درست ايه يا حاج محرز؟ انا معايا دكتوراه في العمارة الداخلية سنة 83. بس هنا مكسب حلو فدكتوراه. لا والله مش موضوع مكسب قد ما هو موضوع اسم عيلة. يعني احنا شغالين من كام سنة؟ احنا اسم عيلتك في السمك من 1909. 1900 داخل في 105 سنة. انا كنت عايز اقول حضرتك ان في الفترة من 2012 ل 2013 حصلت زيادة في التعريفة الجمركية على الأسماك المستوردة. نعم. زيادة عشوائية خلت الجمبري ساوت ما, 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 ما فرقتش بين الجمبري الجامبو وبين السلع الترفيهية وبين السلع اللي بيستهلكها المواطن البسيط اللي هو رغيف الجمبري اللي كان ب3.5 جنيه. 3 جنيه النهاردة زود جمركه من 5% ل20% يعني بنسبة 300%. يعني انت عايز الحكومة تقلل الجمارك على لازم القرار ده يتم اعادة النظر فيه حضرتك، لان النهاردة العدالة الاجتماعية بتقول ان انا مش لازم احرم المواطن البسيط من انه ياكل سندوتش جمبري. بعد ثورتين من حق المواطن ياكل سندوتش جمبري ب3 جنيه بالنسبة لحضرتك جرايه حكومة ولا انت بتاكليه جنبه؟ عايز اقول لحضراتكم يعني الخبرة الكبيرة اللي طلعت بقى من هنا. واحد، فكرة ان في تجار جملة زي فيلم شادر السمك يقفلوا السوق على سعر مستحيل تحصل هنا. في كمية مزادات بتحصل، ممكن اولا في احترام سوق المزاد يخلص يتعمل جنبه مزاد تاني. في كمان كبار للسوق هنا مش فكرة ناس سريحة، وان كان طبعا للأسف زي اللي حصل في الثلاث سنين اللي فاتوا كمية اشغالات برا السوق بالهبل مضيعة على الناس دي اكل عيش. بس نصيحتي ليك لو انت عندك عزومة معتبرة اوعى تروح لاي محل سمك وتشتري، تعال هنا على سوق السمك في العبور هتشتري سمك برخص التراب. يلا سلام عليكم.